اهلا بيك الاخت صالحه، الاخت صالحه، اهلا بيك الاخت الاء ملهم، يا اهلا بيكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم جميعا في اللقاء الحي الاول للماده بتاعتنا اللي هي اداره الانتاج والعمليات، واشكركم طبعا على الالتزام بالدخول للقاء الحي في الموعد المحدد، وهننتظر دخول باقي الإخوة والأخوات، هننتظر دقائق معدودة لحين اكتمال دخول باقي الإخوة والأخوات حتى نتحدث عن نظام العمل خلال الفصل الصيفي إن شاء الله. طبعا زي ما نورت في المنتدى إحنا عندنا، وعليكم السلام، أهلا يا أخ ملهم. طبعا زي ما تناولنا في المنتدى، واضح إن أنتوا لسه ما عندكوش أكسس للمنتدى إنكم تكتبوا وتبعتوا لنا رسايل. زي ما نوهنا في المنتدى، المقرر بتاعنا هيرتكز على 3 عناصر رئيسة. أول عنصر اللي هو العنصر الخاص بملخص استقلال وسارة، وهو العنصر الأكبر، استقلال الصقر وسارة اليوسف. والعنصر الثاني اللي هو الإضافات على الملخص، وأنا نزلت لكم حالا في المنتدى دلوقتي ملف به الإضافات على الملخص. والعنصر الثالث والأخير من عناصر المقرر بتاعنا اللي هو الحلقة 29 من الحلقات المرئية كاملة. يبقى احنا عندنا 3 عناصر للمقرر بتاعنا. آلاء يا أهلا بيكي، منى يا أهلا بيكي. يبقى احنا عندنا حضراتكم 3 عناصر للمقرر بتاعنا، ملخص استقلال وسارة، وده المفروض يكون موجود معاكم لأن أنا نوهت في المنتدى من قبل أجازة عيد الفطر، والإضافات الثلاثة، وده موجود ملف على المنتدى لسه أنا منزله حالا من 10 دقايق، وآخر حاجة مطلوبة اللي هي الحلقة 29 من المرئية كاملة. طبعا ما زال العدد محدود إلى حد كبير في الحضور، يعني أنتوا 4 هم حاضرين، بقينا 5 هم، الأخ أحمد لسه داخل للقاء حالا. هنبدأ طبعا يا صالحة، هنبدأ الفصل الدراسي الصيفي أصلا فصل محدود، ولازم ننتهي من ال 12 لقاء حي على مدار 4 أسابيع بدءا من هذا الأسبوع. وطبعا برضه زي ما نورت في المنتدى، احنا عندنا كل أسبوع 3 لقاءات، يوم الاثنين والثلاث والأربع، وكلهم يبدأوا 4:30. يوم الاثنين والثلاث والأربع وكلهم يبدأوا 4:30، فهنبدأ النهاردة أكيد إن شاء الله يعني، بس الموضوع بسيط يعني. يعني اللي مش هيحضر النهارده يعني مش قضيه، هيعرف يحصل المعلومات ان شاء الله يا اخت منى. المواضيع سهله باذن الله، ما فيهاش اي مشاكل، وانا هحدد لكم الامور من البدايه بوضوح. اهلا بك الاخت نوف، انا محدد لكم الامور من البدايه بوضوح وما فيش اي غموض ان شاء الله. شدوا حيلكم وذاكروا، يعني اللي ينزل الملخص والحاجات دي ويبدأ ويذاكر ما عندوش أي مشكلة، لأن الشرح موجود في الحلقات التلفزيونية المسجلة. هننتظر بس، أهو العدد بيزداد إلى حد ما، واضح إن لسه الناس ما عندهمش أكسس للدخول. إن شاء الله من اللقاء بتاع غدا يعني يزيد العدد شوية. ننتظر دقيقة 2 بس لحين اكتمال دخول العدد عشان أعيد الكلام اللي قلته مرة ثانية أو مرة ثالثة، لأن ده بيمثل نظام العمل خلال الفصل كله إن شاء الله. ها طيب، قبل ما أعيد الكلام حد ليه سؤال؟ أهو نهاد دخل الثانية أهي، كويس، أهو العدد بيزداد إلى حد ما. طيب حد ليه سؤال معين او استفسار؟ ما طبعا الاسئله بتاعت الاختبار سهله ومباشره، ما فيهاش اي غموض، وفيها جانب نظري وجانب كمي ورياضي. الجانب الكمي والرياضي يمثل كده 1/3 الاختبار، والتلتين عباره عن امور نظريه. وطبعا افضل حاجه تتدربوا عليها على طريقه الاختبار هي اسئله الفصول السابقه. طبعا انتوا عندكم مذكرات كامله باسئله الفصول السابقه، هي خير تدريب لاسلوب الاختبار، خير تدريب لاسلوب الاختبار انكم تتدربوا على اسئله الاختبارات السابقه، بتعرفكم طريقه ومنهجيه الاستاذ في اعداد الاختبار،
وفي طريقة الأسئلة. كفاية قوي طبعا طبعا يا مهن، طبعا كفاية تمن نماذج، كفاية قوي تعرفك الطريقة يعني. أهم حاجة نذاكر الأجزاء المقررة، أهم حاجة نذاكر الأجزاء المقررة، والنماذج هتعرفك طريقة الإيه الاختبار. حد عنده أي سؤال أو أي استفسار قبل ما أعيد؟ لأن أنا هعيد بقى وهبدأ، المفروض دلوقتي جهزوا معاكم ملخص استقلال وسارة. والله ما يعني ما أعتقدش إن فيها مشكلة يعني. ما فيهاش مشكلة يعني، ما أعتقدش إن فيها مشكلة. مفترض إن يكون معاكم ملخص استقلال وسارة. طيب أعتقد كده اكتمل العدد إلى حد كبير بالنسبة للقاء الأول. تاني هو الإخوة والأخوات اللي هم ما دخلوش معانا من البداية. تاني أو ثالث للإخوة والأخوات اللي هم ما دخلوش معانا، ملخص استقلال وسارة. ملخص استقلال وسارة نزلوه على المنتدى، هتلاقوه في أرشيف المنتديات السابقة ونزلوه على المنتدى، وأكيد الناس نزلوه طبعوه يعني. اللي ما طبعوش الإخوة والأخوات يساعدوه إن هو ينزلوه على منتدى المادة. طيب تاني حضراتكم هو تاني هو حضراتكم العناصر الثلاثة التي سيتم الاعتماد عليها لأغراض الاختبار. العناصر الثلاثة اللي هيتم الاعتماد عليها لأغراض الاختبار، تواصلوا مع الدعم الفني. أنا فاهم أنا المشكلة دي بتحصل كل فصل، ما تتأخروش. فاهم يا ملهم؟ هذه مشكلة تقنية لا دخل للأستاذ بها، تواصلوا مع الدعم الفني، ابعتوا لهم على طول. حتى لو الأستاذ أرسل يقول لك لا أنت ما ترسلش، الطلاب والطالبات هم اللي يرسلوا. يعني في مره من المرات بعت للدعم الفني وقلت لهم في كذا كذا، قالوا لازم صاحب المشكله هو اللي يرسل. فالاخوه والاخوات تواصلوا مع الدعم الفني حتى تتمكنوا من التفاعل على المنتدى. طبعا هذه المشكله بتحدث في بدايه كل فصل وبيظبطوها على طول. تاني نرجع بقى حضراتكم. تمام تمام. تاني بقى حضراتكم عندنا لهذا المقرر ثلاث عناصر رئيسيه. أول عنصر وهو العنصر الأكبر ملخص استقلال وسارة. أول عنصر وهو العنصر الأكبر ملخص استقلال وسارة. ثاني عنصر اللي هو عنصر الإضافات على الملخص. الإضافات على الملخص أنا نزلته في المنتدى دلوقتي، هتخش بعض اللقاء تنزلوه على طول. الإضافات على الملخص. ثالث عنصر والأخير الحلقة 29 من الحلقات المرئية كاملة. من الحلقات اللي هي التلفزيونية المسجلة كاملة اللي هي قاعدة جونسون. الثلاث عناصر دول هم عناصر المقرر، وإن شاء الله الاختبار لن يخرج منهم طبعا بإذن الله. طب إحنا بقى هنشتغل إزاي يا دكتور؟ هنشتغل كالآتي. خلي بالكوا بقى. كل لقاء حي، كل لقاء حي سنقوم بتدقيق حلقتين من ملخص. وطبعا والإضافات اللي هتقابلنا. تدقيق يعني ايه؟ يعني انا هقراه معاكم للتاكد من دقته. طيب وبعد ما نخلص يا دكتور التدقيق في اللقاء الحي هرد على اي اسئله او اي استفسارات. واحد يقول لي طب انت يعني مش هتشرح في اللقاء الحي؟ هشرح اللي انتوا تطلبوه. طبعا الشرح موجود في الحلقات التلفزيونيه المسجله. فانت قبل اللقاء الحي لازم تكون راجع للشرح. خاصة في الأمور الكمية والرياضية، لأن وقت اللقاء الحي ما يمديش إن أنا أشرحها بالكامل. لكن أنا هشرح الأجزاء اللي أنتوا تطلبوها، الأجزاء اللي هي غامضة عليكم، ده دور اللقاء الحي. يبقى في اللقاء الحي سيتم تدقيق ملخص استقلال وسارة، والإضافات على الملخص، والحلقة 29 من المرئية. هنقراهم مع بعض للتأكد من صحتهم. وبعد كده هرد على الأسئلة والاستفسارات. طيب هتقولي اديها اسئله، هقول لك لا مش هديك اسئله، روح لاسئله الفصول السابقه، دي افضل وسيله انك تتدرب على طريقه الاسئله لاغراض الاختبار. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ اهو واضح ولا مش واضح؟ طبعا هذه الطريقه متبعه منذ الفصول السابقه وما فيهاش اي مشاكل. ولن ينجم عنها اي شكاوى والحمد لله. طبعا انتوا عارفين بعض اكيد، بتتواصلوا مع الزملاء يتواصلوا والزميلات يتواصلنا وما عندهمش اي مشاكل. لم يتقدم احد بشكوى بخصوص هذه الماده والحمد لله، الامور واضحه محدده ما فيهاش اي مشاكل. ها
واضح الاخوه والاخوات؟ طيب يلا هنفتح ملخص استقلال وصايا ندقق الحلقه الاولى والحلقه الثانيه. طبعا هناك بعض الحلقات المحذوفه. واحد يقول لي طب ايه هي الحلقات المحذوفه؟ اقول لك ما تشغلش بالك، ما هي دي مش موجوده في الملخص اساسا. الملخص موجود فيه المقرر فقط، طبعا زائد الاضافات. طيب ماشي الحمد لله يا اخت منى ما تقلقيش من اي حاجه خالص يعني. ولا اي حد من الزملاء والزميلات يقلق، بس اهم حاجه انتظموا. اهم حاجه ذاكروا، والموضوع بسيط للغايه والله. الموضوع بسيط. طيب جاهزين بملخص استقلال وساره؟ الاخوه والاخوات جاهزين بملخص استقلال وساره؟ وبانتهاء تدقيق كل حلقه هرد على الاستفسارات، بقيه الناس تردوا عليا لو سمحتوا. بقيه الناس انا شايف الحضور معقول اهوت، يجي مثلا 20 واحد وواحده ولا حاجه، جاهزين اعتقد، جاهزين. طيب تعالوا بقى حضراتكم نروح لملخص استقلال وساره، واول حلقه اللي هي الحلقه الاولى اللي بعنوان مقدمه، ودي حضراتكم هنبدا من اول تعريف اداره الانتاج والعمليات. تعريف اداره الانتاج والعمليات. طيب يمكن النظر الى اي وحده منتجه، خلي بالكم الكلام، خلي بالكم النقط، وحده منتجه مش وحده منتجه. وحده منتجه دي اللي هي السلعه او الخدمه، لا ما بيتكلمش عنها، هو بيتكلم على وحده منتجه. وحده منتجه دي اللي هي المنظمه. واضح الاخوه والاخوات؟ كلمه وحده منتجه اللي هي المنظمه يعني الشركه المنشاه. طيب تعالوا بقى حضراتكم نكمل. يمكن النظر إلى أي وحدة منتجة على أنها تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية كما في الشكل التالي. عندنا شكل كده إطار كبير جواه البيئة المحيطة. وبعدين جواه مجموعة من الدوائر، أقصى اليمين دايرة المدخلات، وطالع منها سهم إلى الدايرة الوسطى اللي هي العملية التحويلية، وطالع منها سهم إلى الدايرة الأخيرة اللي هي المخرجات. والمخرجات طالع منها سهم رايح لأسفل للتغذية العكسية، والتغذية العكسية طالع منها سهم للعملية التحويلية، والتغذية العكسية برضه طالع منها سهم للإيه؟ للمدخلات. طيب وبعدين؟ تعالوا حضراتكم بقى. أما الجزء الأول الذي يظهر في جهة اليمين من الشكل فهو المدخلات للعملية الإنتاجية، وهي عبارة عن مجموعة الموارد المستخدمة لإتمام العملية الإنتاجية. وعلى الرغم من ان هناك اسس مختلفه لتقسيم هذه الموارد، الا انه من الممكن القول ان اهم هذه الموارد الافراد، راس المال، المواد، الالات، المعلومات، والاسواق المتاحه. اما الجزء الثاني من الوحده المنتجه الذي يظهر اقصى يسار الشكل فهو يمثل مخرجات النظام. فمن الطبيعي ان يكون للنظام مخرجات محدده تبرر اساسا وجود هذا النظام، وسواء كانت الوحده المنتجه مملوكه للدوله او للافراد فلا بد وانها تسعى الى تحقيق تلك المخرجات. ماشيين معايا الاخوه والاخوات؟ ها؟ ماشيين معايا الاخوه والاخوات؟ ردوا عليا عشان اتاكد ان انتم ماشيين معايا. تمام 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 تمام. وقد تكون هذه المخرجات في شكل مادي ملموس يطلق عليه سلعة، أو في شكل غير ملموس يطلق عليه خدمة. طيب إيه اللي بعد كده؟ وعند تأمل الشكل مرة أخرى نجد أن الجزء الأوسط يمثل الجزء الثالث من النظام، وهو ما يطلق عليه العملية التحويلية. ويعبر هذا الجزء عن كافة العمليات التي يتم القيام بها لتحويل توليفة المدخلات إلى مخرجات. وقد يكون ذلك عن طريق القيام بعمليات إنتاجية تصنيعية أو عمليات إنتاجية خدمية. والآن إذا كانت هذه هي المكونات، فكيف يتم فعلا تحويل هذا النظام إلى نظام منتج؟ الإجابة تكمن في القيام بالعملية الإدارية التي تتلخص وظائفها في التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة. والسؤال الذي يلي ذلك هو من الذي يقوم بذلك؟ فتكون الإجابة هي الإدارة، ولكن أي إدارة؟ فتكون الإجابة هي إدارة الإنتاج والعمليات. وعليه يمكن تعريف إدارة الإنتاج والعمليات بأنها الإدارة المختصة بإدارة العمليات التحويلية. وعلى الرغم من سهولة هذا التعريف إلا أنه لا يقدم التفصيل اللازم ولا يوضح أركان هذه الوظيفة،
لذلك يمكننا تفصيل تعريف إدارة الإنتاج والعمليات على أنها مجموعة الأنشطة الإدارية اللازمة لتصميم وتشغيل ورقابة العملية التحويلية. ويتضح من هذا التعريف ما يلي. ويتضح من هذا التعريف ما يلي. طيب، أول نقطة عندكم: تمثل أنشطة التصميم والتشغيل والرقابة الوظائف الثلاثة الرئيسية التي تتضمنها وظيفة الإنتاج والعمليات للمشروع. ويمكن تعريف هذه الوظائف على النحو التالي: ألف، التصميم هو مجموعة القرارات الاستراتيجية والتكتيكية الخاصة باختيار الطريقة التي يتم بها تحويل المدخلات إلى مخرجات. ب، التشغيل هو عبارة عن مجموعة القرارات التي تعطي للعملية التحويلية الصيغة الحركية وتماس الحياة فيها. جيم، الرقابة هي التأكد من أن التشغيل الفعلي يتم حسب الخطة الموضوعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية إن لزم الأمر، بالإضافة إلى تحديث النظام بما يتمشى مع التغيرات المختلفة. طيب، ده حضراتكم المطلوب في الحلقة الأولى اللي هي بعنوان مقدمة، وهي حلقة نظرية ما فيهاش أي مشاكل. بانتهاء تدقيق كل حلقة بنتلقى الاستفسارات منكم. حد ليه أي سؤال أو أي استفسار حضراتكم؟ بانتهاء كل حلقة بناخد كده 5 دقايق 10 دقايق بعد كل النظري واضح طبعا أنا عارف، لكن دايما هتلاقي الاستفسارات لما نيجي للأمور الكمية والرياضية. بس أنا برضو في الأمور الكمية والرياضية مش عاوزك تركن للقاء الحي بنسبة 100%، عاوزك تشوف اللقاء التلفزيوني المسجل أولا، لأن ده في الشرح التفصيلي. ولما يكون في بعض الأمور غامضة ده إن وجدت، لو في بعض الأمور غامضة ده إن وجدت أنا أرد عليها في اللقاء الحي. واضح الإخوة والأخوات ولا مش واضح؟ ردوا علي، واضح؟ طيب، حد ليه أي سؤال أو أي استفسار قبل ما ننقل الحلقة اللي بعد كده؟ حد ليه أي سؤال أو أي استفسار؟ شكرا ليك يا أخ بلهم، شكرا ليك. ما تقلقوش من أي حاجة، المادة ما فيهاش مشاكل، بس بشرط الانتظام والمتابعة البسيطة. يعني مش عاوزين يعني درجة تركيز عالية قوي أو جهد خارق قوي، لا والله جهد بسيط. الجماعة اللي هما بيبقى صوتهم عالي في المنتدى في النهاية دول الجماعة اللي بيذاكر في آخر 24 ساعة، مش آخر 24 يوم حتى، لا لا لا، 24 ساعة. عاوز يفتح أي حاجة كده في 24 ساعة وممكن أقل من 24 ساعة، وعاوز ينجح ويجيب A بلس كمان. ولو ما حصلش كده بقى يقعد في المنتدى يقول ده المادة بيها والمادة عليها والأستاذ بيه والأستاذ عليها. لكن اللي معايا من أول الفصل ما عندهمش مشاكل. اللي معايا من أول الفصل ما عندهمش مشاكل. زيكم كده إن شاء الله. فإحنا عاوزين مش تركيز عالي، لا، تركيز عادي. عاوزين تركيز عادي، مذاكرة بسيطة. لأن هي المادة بالملخص بتاعها اللي أنا عامله لكم ده بسيطة إن شاء الله. ما فيهاش أي مشاكل. وطبعًا خدوها فرصة إنكم تجيبوا تقدير وتحسنوا المعدل بتاعكم. تاخدوها فرصة إنكم تجيبوا تقدير وتحسنوا المعدل بتاعكم. واضح الإخوة والأخوات؟ ها، نروح للحلقة اللي بعدها. الإخوة والأخوات نروح للحلقة اللي بعدها. طيب، تمام نكمل، تمام، عشان نخلص الحلقة الثانية. تمام، يلا. الحلقة الثانية بعنوان مقدمة. طيب، دي هنبدأها حضراتكم من أول الأشكال المختلفة للنظام الإنتاجي. دي هنبدأها من أول الأشكال المختلفة للنظام الإنتاجي. هناك عدة صور مختلفة من الممكن أن يأخذها النظام الإنتاجي، وهي: 1، نظم مادية ملموسة، وهي المجموعة التي يندرج تحتها كافة عمليات التصنيع مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية. 2، نظم مكانية، وهي المجموعة التي يندرج تحتها خدمات النقل المختلفة، فشركات السكك الحديدية وشركات الطيران وشركات النقل الداخلي تقدم هذا النوع من الخدمة. 3، نظم تخزينية،
وهي المنظمات التي تقدم خدمة التخزين سواء للأفراد أو منظمات أخرى مثل المخازن الحكومية والمخازن الموجودة بالموانئ والثلاجات الضخمة. 4. نظم تبادلية، وهي الأنشطة التي تتضمن تبادل السلع والخدمات مثل تجارة التجزئة وتجارة الجملة. 5. نظم التحويل العضوي، وهي المنظمات التي تقدم الخدمات الطبية والتعليمية، وهي تتولى إحداث تغيير في نوعية الأفراد المتقدمين للحصول على الخدمة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات. 6. نظم التحويل النفسي، وهي المنظمات التي تقدم خدمات تهدف إلى إحداث تغييرات نفسية على اتجاهات الأفراد وأحاسيسهم مثل أماكن العلاج النفسي وأماكن الترفيه. طيب، تعالوا للجزئية اللي بعد كده اللي هي إنتاج السلع وتقديم الخدمات. متابعين معايا الإخوة والأخوات؟ الإخوة والأخوات متابعين معايا؟ تمام تمام. والله يا ملهم أنا بحييك، يعني لأن أنت بتستخدم يعني الاختصارات الدالة على المعنى. أنا دايما بقول للطلاب والطالبات لما أسألكم تابعين اكتبوا بس ميم وخلاص. تمام يا من يعني متابعين، واضح؟ تكتبوا واو وخلاص اختصارا ولسرعة الرد. تمام، تعالوا بعد كده حضراتكم، تعالوا بعد كده حضراتكم اللي هي إنتاج السلع وتقديم الخدمات. إنتاج السلع، طبعا حضراتكم زي ما قلنا إن مخرجات أي منظمة، يعني إيه مخرجات المنظمة؟ منتجات المنظمة قد تكون في شكل سلعة مادية ملموسة أو قد تكون في شكل خدمة غير ملموسة. يعني الأكل والشرب واللبس والسيارات دي كلها سلع مادية ملموسة. لا مش فرق، ده فروق. ده مش يوجد فرق، لا ده يوجد فروق. ما أكلنا، ما شربنا، ملبسنا، السيارة، كل ده عبارة، الأدوية لا قدر الله اللي بناخدها، دي كلها سلع مادية ملموسة. لكن في خدمات غير ملموسة. زي جامعة الإمام بتقدم خدمة اسمها خدمة تعليمية. بنك الرخش بيقدم خدمة اسمها خدمة مصرفية. المستشفى لا قدر الله بتقدم خدمة اسمها خدمة طبية. صح ولا مش صح؟ ده كله خدمات بالظبط يا مثلا. التعليم، الصحة، الترفيه، ده كله إيه؟ ده كله خدمات. طيب تمام. في فروق يا دكتور؟ آه طبعًا. خلي بالكم يا جماعة، ما يبرر وجود أي منظمة في مجال الأعمال، ايه هو اللي بيبرر وجودها؟ ان تكون قادره على تقديم منتج. خلي بالكم بقى كلمه منتج دي تاخد السلعه والخدمه. يعني المنتج قد يكون في شكل سلعه والمنتج قد يكون في شكل ايه؟ خدمه. خلي بالكم يا جماعه، ما تقدمه منظمات الاعمال وما يبرر وجودها هو قدرتها على تقديم منتج. هل انتوا شفتوا عمركم شركه من الشركات ما بتقدمش منتجات؟ طبعا ده هو طبعا طبعا. ها هل شفتوا في اي مكان على سطح الكره الارضيه منظمه من المنظمات لا تقدم منتجات؟ ما فيش الكلام ده. لازم تقدم ولو منتج وحيد على الاقل. بلاش عده منتجات يا سيدي، ما تزعلش، على الاقل منتج وحيد على الاقل. لا يا ملهم، يا ما لا كده غلط يا ملهم. ملهم بيقول يا خدمات يا منتجات، لا يا خدمات يا سلع. المنتجات يا ملهم تشتمل على الخدمات ايضا. بعض الناس فاهمين غلط كده، زي ملهم يقول لك ايه المنتج هو السلعه. لا، المنتج هو السلعه او الخدمه. انتوا معايا الاخوه والاخوات ولا مش معايا؟ اوعوا تقولوا المنتج بس هو السلعه. كلمة منتج ديت لا 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 لا، المنتج ممكن يكون سلعة وممكن يكون خدمة. طيب هتقولي ازاي يعني هو الخدمات دي منتجات؟ اقول لك احنا في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بالنسبة للطلاب المنتظمين عندنا منتجات. هتقولي عندكم منتجات ايه بالنسبة للطلاب المنتظمين؟ اقول لك عندنا تخصص الاقتصاد، عندنا تخصص ادارة الاعمال، عندنا تخصص المحاسبة، عندنا تخصص الاعمال المصرفيه، عندنا تخصص التامين واداره المخاطر. دي اسمها ايه؟ منتجات. اهي منتجات في شكل خدمات. صح ولا مش صح؟ والبنك برضه عنده منتجات ولا ما عندوش منتجات؟ ردوا عليا، البنك عنده منتجات ولا ما عندوش منتجات؟
هتقولي اه طبعا عنده منتجات، الخدمات اللي بيقدمها البنك عن منتجات. يعني لما يقدم لك خدمة الإيداع، لما يقدم لك خدمة الصرف، لما يقدم لك خدمة التحويل، دي كلها منتجات. وكل منتج له مقابل ولا ملوش مقابل؟ ها؟ كل منتج له مقابل ولا ملوش مقابل؟ له مقابل. الإيداع له مقابل، والسحب له مقابل، والتحويل له مقابل، وانك تاخد قرض من البنك على سبيل المثال له مقابل. فكل منتج له ايه؟ مقابل، وفي شكل خدمه. فيا مهم ركز، ركز كلمه منتج. ساعه ما تقول منتج تعني السلعه وتعني الخدمه. اذا قلت خدمه يبقى لازم تقول خدمه وسلعه، ما ينفعش تقول خدمات ومنتجات، تقول منتجات وتسكت. تمام، عادي، مفيش حاجة، احنا بنتعلم. تمام. ولا الكلام يا ملهم مش لما بوجهه لك شخصيا، لا ده انا بوجهه للجميع. ايه المشكلة في كده يعني؟ بوجهه للجميع، مش مشكلة انك تكون فاهم فهم خاطئ، لكن لازم اللي قدامك على طول يصحح لك، واحنا كلنا في مجال تعليمي. طيب تعالوا بقى نكمل ايه بقى؟ اللي هو الفروق ما بين ايه؟ انتاج السلع وتقديم الخدمات. خلي بالكوا هو انتاج السلع وتقديم الخدمات. يلاحظ ان لفظ العمليات اضيف الى اداره الانتاج ليوضح ان هذا العلم قد اتسع ليشمل تطبيق معظم اساليب اداره الانتاج في مجالات تقديم الخدمات. ويهمنا هنا الاشاره الى الفروق الاساسيه بين كل من نظم انتاج السلع ونظم تقديم الخدمات. خلي بالك بيقول لك انتاج سلع وتقديم خدمات. نظرا لانعكاس ذلك على كيفية ممارسات أساليب إدارة الإنتاج في كل منها. وهذه الفروق هي: واحد، تقدم نظم إنتاج السلع سلعا مادية ملموسة، بينما تقدم نظم الخدمات خدمات غير ملموسة. ويبنى على ذلك أن السلع المادية الملموسة يمكن أن تحدد لها مواصفات قابلة للقياس بشكل دقيق، أما الخدمات فيتعتمد بشكل أكبر على الحكم الشخصي للقائم بتقديمها وعلى درجة إدراك العميل له وتقبله لخصائصها، وهو ما يصعب قياسه بشكل دقيق في الكثير من الحالات. اثنين، بينما تعتمد نظم إنتاج السلع بشكل رئيسي على المواد المستخدمة وتكنولوجيا الإنتاج، فإن نظم تقديم الخدمات تعتمد بشكل رئيسي على الأفراد القائمين بتقديم هذه الخدمة. ثلاثة، يصعب في كثير من نظم تقديم الخدمات تخزين الخدمة. وحضراتكم انا عاوزكم تعدلوا ديت معايا لو سمحتوا، بدل يصعب في كثير من نظم تقديم الخدمات عاوزها يستحيل في نظم تقديم الخدمات. يا جماعه عدلوها دي لو سمحتوا، هي موجوده حضراتكم عندكم يصعب في كثير من نظم تقديم الخدمات، عاوزكم تعدلوها لي يستحيل في نظم تقديم الخدمات. أنا هكتبها لكم أهو، يستحيل في نظم تقديم، يستحيل في نظم تقديم الخدمات، يستحيل في نظم تقديم الخدمات. ده البند رقم 3. ها، واضحه الامور ولا مش واضحه الاخوه والاخوات واضحه ولا مش واضحه؟ طيب تمام، عاوزكم تعدلوها لي يستحيل في نظم تقديم الخدمات. تمام، تعالوا نكمل. يستحيل في نظم تقديم الخدمات تخزين الخدمه الواجب تقديمها. ويرجع ذلك الى حقيقه اساسيه، وهي ان عمليه تقديم الخدمه تكون في نفس لحظة الاستفادة منها. 4، يعتمد تقديم الخدمة على الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقيها. فمن الشائع أن نقوم بشراء واستخدام بعض السلع الملموسة دون معرفة الشركة التي قامت بإنتاجها، أو الفرد داخل الشركة الذي تولى عملية الإنتاج. ولكن الأمر يختلف بشكل ملحوظ عند تقديم الخدمات، حيث يكون العميل جزء من عملية تقديم الخدمة. 5، صعوبة تقديم خدمة نمطية في منظمات الخدمات. 6، تقديم الخدمات في أماكن قريبة من العملاء.
تتخذ عملية تقديم الخدمات باللا مركزية في الأداء نظرا لأن تقديم الخدمة يتم في لحظة تلقيها من جانب العميل وعدم قابليتها للتخزين كما أشرنا سابقا، وذلك عكس الحال بالنسبة للشركات الصناعية التي عادة ما يبنى قرار الموقع بها على القرب من المادة الخام أو الموردين بناء على دراسة اقتصادية. واضح الإخوة والأخوات ولا مش واضح؟ ها؟ ماشيين معايا الإخوة والأخوات؟ ها؟ ردوا علي. تمام تمام. تعالوا بقى حضراتكم لآخر جزئية. حاضر يا ملها، حاضر اديني بس فرصة أخلص الحلقة وأرد على كل الاستفسارات. هو بيقول لي دكتور في الفرق التالي تعتمد على أشخاص مغضبين. حاضر حاضر هرد عليه. ما هم دول هم دول الأشخاص. لا استنى، لا استنى، أنت بتقول إيه؟ أهو ثواني أقرأ تاني. دكتور في الفرق التالي تعتمد على الأشخاص المقدمة لهم. أه أنت بتقول مقدمة لهم أم لا مقدمين الخدمة. هي بتعتمد بالأساس على مقدمين الخدمة، والأشخاص اللي هم المستفيدين من الخدمة برضه بيلعبوا دور. معايا يا ملهم؟ أنا هشرحها لك دي يا ملهم بعد ما أخلص الحلقة. يا ملهم ها؟ بتعتمد بالأساس على شخصية مقدم الخدمة، ده بالأساس، ومن تقدم له الخدمة اللي هو المستفيد من الخدمة له دور طبعا. له دور طبعا ده أكيد يعني. هرجع وهشرحها لك، هرجع وهشرحها لك، وهشرحها لك بمثال يا ملهم، حاضر. خلينا بس نكمل الايه؟ نكمل الجزء البسيط اللي باقي ده ونختم الحلقه وارد على استفساراتكم. تعالوا حضراتكم. اهداف اداره الانتاج والعمليات. اهداف اداره دي في اول حاجه في الاضافات يا جماعه. الاهداف دي في الاضافات، ايوه بالظبط كده، بالظبط يا منى ما شاء الله عليكي. واضح ان الاخت منى متابعه قوي. الاهداف دي اول حاجه في الاضافات. فممكن ما تلاقوهاش في ملخص استقلال وصارة، هتلاقوها في الإضافات جاهزة. هتلاقوها في الإضافات جاهزة، وأنا نزلت لكم الملف بتاع الإضافات. أنا نزلت لكم الملف بتاع الإضافات في المنتدى. فنقراها مع بعض، يلا. أهداف إدارة الإنتاج والعمليات. يمكن تقسيم تلك الأهداف الخاصة بإدارة الإنتاج والعمليات إلى نوعين هما، واحد تحقيق رضا المستهلك أو العميل. واحد يقول لي انت بتقول ليه المستهلك او العميل؟ اقول لك لان المستهلك في حاله شراء السلعه اسم المستهلك. طب العميل في حاله الحصول على الخدمه. خلي بالكم الاخوه والاخوات. امتى اقول مستهلك؟ لو انت بتشتري سلعه ماديه ملموسه دي اسمك مستهلك. لو انت بتشتري سلعه ماديه ملموسه اسمك ايه؟ مستهلك. لو انت بتحصل على خدمه غير ملموسه اسمك ايه؟ عميل. طيب في لفظ عربي بقى وده لغه عربيه فصحى يشملهم الاثنين بدل ما نوجع دماغنا نقول المستهلك او العميل. اه في لفظ عربي يشملهم الاثنين، ايه هو؟ اسمه الزبون. اللفظ العربي ده اسمه الايه؟ الزبون. الزبون ممكن يمشي مستهلك وممكن يمشي عميل. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ ردوا عليا. واضح؟ ها تمام تمام تمام. تعالوا بقى حضراتكم نكمل. واحد تحقيق رضاء المستهلك او العميل. من الطبيعي ان يقوم النظام الانتاجي اساسا من اجل انتاج السلعه او تقديم الخدمه التي يرغبها المستهلك او العميل. ويعني ذلك ان يكون الانتاج بتكلفه معقوله وان يتم تقديم المنتج في الوقت الايه؟ المناسب. وبمستوى الجوده المرغوب حسب المواصفات الموضوعه. وتعتبر هذه معايير هامه في تقييم فعاليه وكفاءه اداره الانتاج والعمليات. اثنين الإنتاجية المرتفعة. على الجانب الآخر يجب ألا يكون رضاء المستهلك أو العميل على حساب كفاءة النظام الإنتاجي في استخدام الموارد المتاحة، فقد يؤدي ذلك إلى الخروج تماما من السوق وفشل المشروع، ولذلك يقوم المشروع بوضع بعض المعايير لاستخدامها بشكل دائم في قياس كفاءته في استخدام الموارد، ومن بين هذه المعايير معيار الإنتاجية الذي سنفرد له حلقات قادمة للحديث عنه نظرا لأهميته البالغة. ده حضراتكم اللي هي المطلوب في الحلقه رقم 2، وطبعا ما اعتقدش ان فيها اي مشاكل، وكده انتهينا من المطلوب اليوم، ودلوقتي هرد على استفساراتكم، واول استفسار جالي من الاخ النشيط علميا واكاديميا الاخ ملهم،
اللي بيسأل بيقول بقى ايه، نرجع لسؤالك تاني هو دي منهم عشان ارد عليك. دكتور في الفرق الثاني تعتمد على الاشخاص المقدمه لهم الخدمات ام مقدمين الخدمه؟ انا رديت عليك قلت لك ان هي بتعتمد بالاساس على شخصيه مقدم الخدمه. طيب واحد يقول لي طب والشخص المستفيد ما بيلعبش دور؟ لا بيلعب دور طبعا. طيب واحد يقول لي ازاي بقى؟ وضح حالنا. خلي بالكم يا جماعه، صفة أساسية من صفات الخدمات أنها ترتبط بشخصية من يقدمها. صفة أساسية من صفات الخدمات أنها ترتبط بشخصية من يقدمها، ويستحيل أن نفصل بين الخدمة وشخصية من يقدمها. واحد يقول لي طب ما تدينا مثال كده. لما محمد شاهين يشرح لك إدارة الإنتاج والعمليات، خدمة ولا مش خدمة؟ رد علي. لما محمد شاهين يشرح لك إدارة الإنتاج والعمليات، خدمة ولا مش خدمة؟ خدمة. طيب محمد شاهين في شرحه لإدارة الإنتاج والعمليات، إيه اللي بيحصل؟ أقول لك أن هناك تلازم بين شخصيته والخدمة التي يقدمها. فهو هيشرح لك إدارة الإنتاج والعمليات بشخصية محمد شاهين. طب لو خدتها عند أستاذ تاني، الأستاذ التاني ده هيشرح لك إدارة الإنتاج والعمليات حتى لو هو نفس المحتوى بشخصيته. طب أنت عمرك شفت شخصيتين زي بعض؟ عمرك شفت شخصيتين زي بعض؟ لا. مش صعب، ده قد يصل يملهم إلى درجة استحالة. حتى الإخوة أو الأخوات التوأم المتماثل في الشكل، والله هتلاقي شخصياتهم مختلفة. مش انتوا اكيد في المحيط الاجتماعي بتاعكم كل واحد يعرف توأم متماثل؟ انا عن نفسي في قرايبي اعرف كل واحد وكل واحده في محيطه الاجتماعي يعرف حد توأم متماثل، صح ولا مش صح؟ هل انت عمري شفت حتى التوأم المتماثل متماثلين في شخصيتهم؟ هم متماثلين في الشكل ماشي، متماثلين في الشكل ماشي، وممكن يلبسوا زي بعض ماشي، لكن والله لما تتكلم معاهم هما الاثنين هتلاقي الشخصيات مختلفة. هتلاقي ده بيحب كذا وده بيحب كذا، وده بيكره كذا وده بيكره كذا، وده عاجبه كذا وده مش عاجبه كذا. صح ولا مش صح؟ فموضوع الشخصية ديت ممكن نلاقي شخصية قريبة من شخصية، ماشي. تمام يا ميل، تمام. ممكن نلاقي شخصية قريبة من شخصية. يعني ممكن تقول ايه، انا عملت ملهم ده وعملت محمد شاهين، شخصياتهم متقاربه، لكن انا مش عاوز اقول من المستحيل ان تكون هناك شخصيات متطابقه، مش عاوز اقول دي، مش عاوز اقول انه من المستحيل، بس فعلا في الواقع العام من المستحيل انك تجد شخصيات متطابقه. التوأم المتماثل هم اللي هم تربوا في نفس البيت لنفس الاب والام والاخوه والاخوات، شخصياتهم انا بقول لك هتلاقي فيها اختلاف. حتى لو مش اختلاف كبير ففي اختلاف كبير. اهي الخدمه بقى، خلي بالكم بقى، الخدمه ترتبط بشخصيه من يقدمها. يعني محمد شاهين لما يخدمك في مجال الانتاج والعمليات، خدمته في مجال الانتاج والعمليات مرتبطه بشخصيته. ويستحيل ان تفصل. طب واحد يقول لي طب وهو انتاج السلعه؟ خلي بالكم بقى، انتاج السلعه في الجزئيه دي، يعني هل انتاج السلعه مرتبط بشخصيه من ينتجها؟ طيب طب انت عندك كمبيوتر ديل او توشيبا او اي حاجه، وانا عندي كمبيوتر ديل او توشيبا او اي حاجه، سؤال، العامل او الفني اللي انتج هذا الكمبيوتر شخصيته بتنعكس على الكمبيوتر؟ يعني لو العامل هو محمد شاهين، شخصيته بتنعكس على الكمبيوتر؟ هتقول لي لا طبعا. طيب لو شلنا محمد شاهين من المصنع اللي بينتج الكمبيوتر ده وحطينا ملهم، طب ده ملهم شخصيه مختلفه وله عادات وتقاليد مختلفه عن محمد شاهين، طب ده هينعكس على الكمبيوتر؟ هتقول لي لا طبعا. في حاله السلع الماديه الملموسه، خلي بالكم بقى، في حاله السلع الماديه الملموسه لا توجد علاقه بين السلعه المنتجه وشخصيه من انتجها. ليه يا عم؟ لانك بتتكلم على حاجه ماديه ملموسه، لازم كلنا نشتغل على نفس المواصفات، يحطوا محمد شاهين هيشتغل، يحطوا ملهم هيشتغل،
على نفس المواصفات. اما شخصيتك انت لا، لا دي اركنها على جنب في حاله السلع. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ ردوا علي. واضح ولا مش واضح؟ طيب ده كل ده انا برد على ملهم، ده كل ده انا برد على ملهم. طب واحد يقول لي طيب خلاص كده انت قلت لنا ان شخصيه مقدم الخدمه، خلي بالكوا بقى عشان الشق الثاني من سؤال ملهم برضه، لسه انا في السؤال ملهم. انت قلت لنا ان شخصيه مقدم الخدمه بترتبط بالخدمه، وبس قلت لنا كمان ان المستفيد، المستفيد بيلعب دور في تقديم الخدمه. اه طبعا المستفيد بيلعب دور. هتقول لي ازاي يعني المستفيد بيلعب دور؟ ما هو انا لما هاجي اقدم الخدمه، انا مقدم الخدمه بتاعت الانتاج والعمليات، لما اجي اقدمها هتقدمها لمين؟ للمستفيد. مين المستفيد؟ هو ملهم. طبعا كلكم مستفيدين بس عشان تسهيل الكلام، المستفيد هو ملهم الطالب. هو انت عاوز تقنعني يا دكتور ان الطالب ما بيأثرش في الاستاذ مقدم الخدمه؟ صحيح يا دكتور احنا نعترف ان الاستاذ يؤثر في الطالب، صح ولا مش صح؟ صحيح يا دكتور احنا الاستاذ يؤثر في الطالب اللي هو مقدم الخدمه، بيؤثر في المستفيد طبعا بشخصيته، لكن كمان احنا متاكدين يا دكتور ان الطالب يؤثر في الاستاذ. فانا لما اجي اقدم الخدمه الملهم ماشي، لازم هراعي احتياجاته ولازم هراعي رغباته ولازم اقدم له بالخدمه بالشكل المرضي ليه، وهيتناقش معايا وهيجادل معايا وممكن يقنعني ببعض الحاجات. يبقى منهم لعب دور ولا ما لعبش دور؟ رد علي. ها لعب دور ولا ما لعبش دور؟ لعب دور. لكن انت تقدر تروح، ثواني بقى عليا، تقدر تروح للاخ اللي واقف في المصنع اللي بينتج اللي هو اللاب بتاع تل وتقول له اعمل لي كذا وخليني كذا وسوي لي كذا. ده احنا معانا الكمبيوتر بتاع تل ده مش عارفين ميدن ايه، صح ولا مش صح؟ ده مش صعب يا منى، ده مستحيل، ده مستحيل يا منى، مش صعب. ما اقدرش اروح للعامل او المهندس اللي بيصنع السياره اقول له لو سمحت اعمل لي العربيه دي كذا والعربيه، ما فيش الكلام ده خالص. لكن في الخدمات، في الخدمات بنقول وفي الخدمات بنتكلم، ولازم مقدم الخدمه يقدم لك الخدمه التي تتناسب معك. واضح ولا مش واضح؟ اما السلعه اللي هي المتاحه في السوق احنا بنختار منها ما يتناسب، وطبعا انا بضربها بمثال طريف شويه. بضربها عشان اوضح الفرق لحضراتكم. بس ما تضحكوش يعني على المثال ده لو سمحت يعني. هو الحلاق بيقدم ايه؟ الحلاق، الحلاق الرجالي ده بيقدم ايه؟ سلعه ولا خدمه؟ تمام خدمه. طيب حضرتك الحلاق ده لما بيقدم الخدمه هل بيقدمها على مزاجه؟ هتقول يا لا كلكم قلتوا لا، ده الزبون هيقعد كده على الكرسي لو هو اول مره يروح للحلاق ده. تمام 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 اكيد. والزبون هيقعد على الكرسي كده ويحط رجل على رجل لو هو اول مره يروح للحلاق ده، والحلاق ده ما يعرفوش، هيسمعوا كده دقيقه انت عاوز ايه؟ والله اعمل لي دقني كذا واعمل لي شعري كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. خلي بالك اهو بقى المثال ده هيفكرك. الحلاق مقدم الخدمه والزبون المستفيد من الخدمه. الاثنين تفاعلوا مع بعض من اجل تقديم الخدمه ولا ما تفاعلوش؟ ها رد عليا. تفاعلوا ولا ما تفاعلوش؟ تفاعلوا. يبقى موضوع الخدمه يا ملهم، يا ملهم موضوع الخدمه يا ملهم ده الاثنين بيلعبوا دور فيه، الدور الاكبر لمقدم الخدمه، لكن لا نستطيع ان نتجاهل دور المستفيد من الخدمه. كده اظن يا ملهم رديت على سؤالك بالتفصيل الممل. حد ليه اي سؤال او اي استفسار؟ لان وقت اللقاء اوشك على الانتهاء. خلي بالكم الاخوه والاخوات، خلي بالكم ماشي. الله الله يخليك يا ملهم، شكرا. خلي بالكم احنا عندنا ثلاث لقاءات حيه في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الاربعاء الساعه 4:30. خلي بالكم الاخوه والاخوات عندنا ثلاث لقاءات حيه في الاسبوع، اثنين وثلاث واربع الساعه 4:30. خلصنا على خير والحمد لله اللقاء الحي الاول، نلتقي غدا على خير ان شاء الله في اللقاء الحي الثاني. شكرا لكم جميع الاخوه والاخوات، ونظام العمل مستمر حتى نهايه الفصل. شكرا لكم جميع الاخوه والاخوات وتحياتي.